السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وضمن فقرة صدى الرياضة سنسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، حيث سنتناول عدة محاور منها عملية الاحتراف وكيفية التعاقد وتعامل الرياضيين مع العقود، بالإضافة إلى قضية الكابتن مؤيد جودي المدرب المساعد لمنتخب الشباب وما حدث في داخل لجنة الانضباط، فضلا عن العقوبات الانضباطية ضد العديد من الأندية وكيف تكون العقوبة وعلى أي مواد يتم استناد هذه العقوبات. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع موضوع الحدث الذي بات يشكل معضلة ليس لها حل بعدما أصبحت تراكمات كثيرة على مر المواسم تهدد كيان الأندية والمؤسسات الرياضية بسبب عدم فهم الأنظمة والقوانين أو توظيفها وفق أهواء ومتطلبات الإدارات، ليبقى المدرب واللاعب هما الضحية. وقد شهدت المواسم الأخيرة العديد من هذه المشاكل التي وصل رذاذها إلى محكمة كأس ومقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لتكون الكيانات الرياضية في وضع غير مستقر وتصبح مهددة دائما من قبل المحاكم الدولية والمحلية. مشاهدينا، دعونا نتابع ما ذهب إليه البعض من ذوي الشأن في تصريحاتهم وانطباعاتهم بهذا الخصوص، نتابع ولنا عودة. العقود الاحترافية باتت تشكل مشكلة أزلية للاعبين العراقيين المحترفين أو اللاعبين الأجانب اللي تسقطهم بعض الأندية. أيضا هذا يسري على بعض المدربين المحليين عندما يتعاقدون مع الأندية المحلية أو حتى الخارجية، وأيضا تتحمل الإدارات الأندية المسؤولية الكاملة لعدم تفكيرها الجاد في كيفية إبرام العقود مع اللاعبين والمدربين، لا سيما وأنها الأغلب منها تتعاقد مع لاعبين ومدربين وهي تمتلك يعني خزانة مالية خاوية لا يتوفر بها سيولة مالية تستطيع أن تضمن حقوق اللاعبين والمدربين اللي يعني وقعت معهم هذه العقود. إذن للحوار بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. نحن مع محور هذا اليوم الذي يلخص مشاكل جمة رافقت عملية الاحتراف وعقود اللاعبين والمدربين نتيجة انعدام التخطيط السليم من قبل المنظومة الكروية بشكل عام. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنناقشها مع ضيف صدى عبر السكايب من العاصمة بغداد، المشاور القانوني الأستاذ أسامة عدنان. أهلا وسهلا بك أستاذ في صدى الرياضة. اهلا وسهلا بك استاذ بلال وقناتكم الكريمه وبالجمهور المتابع الى هذه الحلقه الجميله. قبل ان ابدا بالمحاور، يعني تسربت لدينا معلومات بان حضرتك شخصيا تلتقي مع نخبه من الرياضيين المتضررين اذا صح التعبير، لا اريد ان اقول اجتماعات حتى لا اسيء النيه مسبقا، ساقول جلسات. سؤالي، ماذا يلوح في الافق؟ هل هنالك بوادر انقلاب تحت مظلة القانون؟ كان اللقاء مالتنا يعني بخصوص الموضوع يوم أمس أنه ليست معارضة، لأن تعرف أنت كلمة معارضة هي لا تنطبق مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن موضوع أسميته مسمى يوم أمس أطلقت الأمياء أن تصحيح مسار الكرة العراقية حتى لا تكون هناك يعني مصطلح تشعبات سياسي. يعني حتى لا يكون نعم مصطلح سياسي بل مصطلح رياضي. والاجتماع كان جميل جدا بحضور نخبة من القامات الرياضية في العراق. أمثال منه؟ أمثال حكيم شاكر، شرار حيدر، حسن أحمد،
أمستر الاتحاد سابقا أحمد عباس، قحطان كفير، مؤيد جودي، يعني نخبة من الرياضيين الموجودين. أحب أوضح للجميع أنه هذا الاجتماع وهذه اللجنة ليست لجنة معارضة أو لجنة انقلاب أو لجنة إصلاح. كلمة إصلاح لا يتقبلها الشارع الرياضي حاليا بسبب المصلحين السابقين الموجودين، أنه إحنا جينا للإصلاح وبالتالي شركات التسويق وغيرها، ولا كلمة معارضة ولا كلمة انقلاب، لكن لجنة تصحيح مسار رياضي فقط. طيب، نتمنى الموفقية للرياضة العراقية أولا وأخيرا. طبعا بالتأكيد أنت معنا اليوم لتوضح مدى قانونية القرارات التي تتخذها السلطة المركزية الكروية وكذلك إدارات الأندية إزاء اللاعبين والمدربين، وما هي السبل الصحيحة لاسترداد الحقوق المغتصبة لهؤلاء الرياضيين بقصد أو بدون قصد. لكن قبل ذلك أستاذ أسامة، اسمح لنا نتابع التقرير الذي يلخص موضوع الحدث ولنا عودة، خليكم يعني. قوانين جمة وفقرات ما أنزل الله بها من سلطان، مخالصات لم تنتهي وتعاقدات لم يكتب لها النجاح، حقوق ضائعة وسط زحمة التقاطعات والمغالطات، تخبط يعتري المشهد الرياضي بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة، دوري ممل بكل شيء، ليأتي الجانب المادي الذي يعد هو العمود الفقري في المعادلة الرياضية ويخيم على المشهد الذي بات بائسا لما له من مردود سلبي انعكس على انعدام المتعة والإثارة والندية بين الأندية المتنافسة على اللقب. أندية تعاني عجزا ماليا جعلها تلتقط أنفاسها خلسة، وركام التداعيات بات يشكل القاسم المشترك ما بين أغلبها إلى ما رحم ربي، لأن التركة الثقيلة هي من تتصدر المشهد الرياضي والسبب عند أهل العلم والضليعين به. فلا نبرئ أحدا من سلسلة الإخلال بالنظام الإداري، لأن الجميع يعاني نفس المأساة إذا ما أحصينا تعدد الإقالات للمدربين الذين لم يحصلوا على حقوقهم من الأندية التي سرحتهم وأخلت باتفاقها معهم، وضربت تلك العقود ببنودها وفقراتها عرض الحائط، وكأننا نعيش في غابة موحشة فيها القوي يأكل الضعيف. الموضوع لم يقف عند الأندية بل تجاوزها إلى منتخبات الوطن، ليسرح من يسرح وتناط المهمة بمن هو أهل لها من وجهة نظر المنظومة الكروية التي لها القرار الفصل في هكذا مواضيع. لكن رب سائل يتساءل عندما يعفى أو يقال أو يسرح مدرب لمنتخب ما، هل أنه يأخذ حقوقه كاملة أم أنه يمسح يده بأقرب جدار ليخرج من الباب الضيق وأجره على الله؟ الجواب لا نعلم به، لكن التسريبات من هنا وهناك طرقت مسامعنا، مفادها أن لا حقوق ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة تشمل من استغني عنهم، بل إن بعضهم عوقب بالحرمان من ممارسة المهنة. رياضتنا إلى أين تتجه؟ تساؤل مشروع نضعه أمام القانون أولاً، ومن يمسك بمقود الرياضة ثانيا، لننتظر الجواب عسى أن نصل نهاية المطاف إلى قناعة بأننا على خطأ، وأن هؤلاء الذين ظلموا قد نالوا استحقاقهم، وأن ذهابهم إلى المحاكم لم يجدي نفعا، لأنهم قصروا بواجباتهم المناطة بهم إزاء أنديتهم ومؤسساتهم الرياضية. عندها سيكون الدرس بلغا. عودة إلى ضيفنا المشاور القانوني أسامة عدنان، أهلا بك من جديد. من أين يعني نبدأ الحكاية؟ والمشاكل هي كثيرة في قانون الرياضة العراقية، فمثلا لو ابتدأنا من قضية المدرب المساعد لمنتخب الشباب مؤيد جودي الذي عوقب بالحرمان لسنتين من ممارسة مهنة التدريب، كيف ترى القرار من وجهة نظر قانونية وأنت الأقرب إلى لجنة الانضباط؟ القرار هو بالتأكيد أنه أنا المحامي الخاص بكابتن مؤيد جودي، وحضرت الجلسات عبارة عن جلستين. الجلسة الأولى بلغونا أنه لازم تحضرون، حضرنا الجلسة الأولى صار بها كلام، وقت هربنا صار مساعة صلح وتراضي لإلمام هذا الموضوع. تعرف أنت إحنا ناس لازم الرياضة لازم يكون بها مرونة. في اليوم الثاني اتصل بي الأستاذ علي والي أنه لازم أحضر بدون مؤيد جودي. حضرت أنا، قدمت الدفوع اللي موجودة،
العقوبة كانت وفق المادة 68 على واحد انضباط اللي هي حرمان 3 سنوات بدلالة المادة 9 اللي هي حرمان 3 سنوات لكن تعرفت أو 4 سنوات لكن تعرفت. قدمنا دفعة قانونية وأنا بالنسبة لي شخصيا قدمت طلب تأجيل للمرافعة إلى ما بعد العيد لأن أريد نسوي مساعة صلح وتراضي، لكن أصدروا القرار العقوبة مالته 2 سنين وعدنا استئناف وراح نستأنف القرار. يعني من خلال كلامك بأن يعني المنتخبات الوطنية حالها كحال الأندية التي يعني تقيل مدربيها أو تستغني عن لاعبيها ولا تعطي حقوقهم بالحقيقة، ولو تمعنا بالأمر جيدا فتلك يعني للأمانة تعتبر مشكلة كبيرة تهدد ديمومة الكرة العراقية، كيف تنظر إلى ذلك؟ بالنسبة للموضوع الأندية احنا دا نواجه صعوبات كبيرة جدا بالمنتخبات، لا ما دا نواجه صعوبات تعرف انت واللاعبين المنتخب محددين والمدربين محددين، وتعرف انت انه الشكاوى اللي تقدم من لاعبين المدربين مال المنتخب تختلف عن الشكاوى اللي يقدمها الأندية، لان الأندية تقدم الشكاوى الى لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقي او الهيئة التطبيعية ومن ثم محكمة المنازعات الرياضية. لكن انت المدربين تعرف انت عندك محكمة منازع المنتخبات، محكمة منازعات، ومن ثم الاتحاد الدولي محكمة كاس. لكن اليوم اريد اوضح موضوع للجميع، يعني طريقة العقود اللي دا تبرم بين اللاعبين والأندية طريقة مخزية جدا. يعني انا شفت عقود احترافية او غيرها يعني ممتازة جدا، لكن اكو غير عقود، ممكن اكو عقود تأخذ من الاتحاد ويعني ما تلقاها الا تروح تدور على الكشوفات مال اللاعب، وممكن انه اكو عقوبات عقود موجوده عند اللاعب نسخه او ما يطول اللاعب نسخه، يعني هيك مشكله تصير مشاكل بالانديه واغلب اللاعبين اللي يعانون من هاي الامور. طيب اسمح لنا ان نتابع يعني بعض الاراء من ذوي الشان ولنا عوده، خليك ويانا. انا اقول السبب هو انه عدم فهم اللاعب بالعقد أو المدرب من يتعاقد، يعني ما يدرس العقد، وقسم يمكن ما يشوفه وقسم ما يأخذ النسخة ولا يصوروها، فأكيد هنا راح تسبب مشاكل بالنسبة للاعبين. أنا أقول يعني حل هاي القضية أنه يتم يعني وجود محامي بالاتحاد يدرس عقود اللاعبين، أي لاعب يوقع أو مدرب يوقع حتى يعني يشوف صحة هذا العقد ومحتواه ويضمن حق الطرفين. أكيد يعني ضمان حقوق الطرفين هذا شيء مهم بالنسبة للمدربة واللاعبة والأندية. طيب خلي سأفتح الآن أستاذ أسامة صفحة التعاقد ما بين الأندية واللاعبين وكذلك المدربين، كيف اللاعب أن يحافظ على حقوق المسلوبة؟ وأنت تتكلم بهذا الموضوع حتى أننا يعني شهدنا العديد من اللاعبين قاموا أحياناً صراحة بالتهديد والوعيد باللجوء إلى المحاكم، لكن بالمقابل للأمانة لم نسمع يوماً أن لاعباً ربح القضية. يعني بماذا تفسر هذه الأمور الغامضة؟ أنا دا أسلسل لك الأحداث حتى نوصل لهذا السؤال مالتك. تفضل إذا تسمح لي. بالنسبة لموضوع العقد مع اللاعب، قلت لك أنه يستلم هذا المبلغ يعطي دفعة معينة تقريباً 10 مليون أو أقل يمشي حاله بها نقدر نقول، فأخذ هاي القيمة مال العقد، بالتالي استغنوا عن الفريق أو أقالوا يطوف مبلغ من المال قليل جدا. ليش؟ لأنه هو مو محصن بالعقد اللي موجود، ترى العقد اللي موجود يضع النادي وليس اللاعب، لكن ممكن يصير به تعديل من قبل الوكيل. إذا أنت الوكيل مستفاد بعشرة مليون وهو شير دوني يقول لهم أوكي ماكو تفاصيل ويقلع اللاعب، فهذا الموضوع. أما بالنسبة لموضوع المحاكم أو غيرها، أسأل من الناس محامي للكابتن سمير كاظم، ويوم الأربعاء عندنا مرافعة ثانية بخصوص دعوته على السيد العنكوشي بخصوص العقد اللي موجود المبرم بيناتهم، فيوم الأربعاء راح تكون جلسة. هنا المشكلة وين تصير؟ عندنا احنا بالنظام الأساسي بالاتحاد العراقي لكرة القدم يقول انه لازم اي لاعب او اي مدرب يطلب نادي مبالغ من المال الذهاب الى لجنة، هذه اللجنة موجودة في الاتحاد العراقي او الهيئه التطبيعيه لكره القدم، هي لجنه شؤون اللاعبين والمدربين. اذا ما يحصل الحقوق مالته كافه يذهب الى محكمه المنازعات الرياضيه،
ومن ثم محكمة المنازعات يعني يستنزف كافة الطعون الداخلية اللي بالعراق ومن ثم يتوجه إلى محكمة كاس. طيب يعني أغلب المدربين ممن تم اقالتهم وتعاقدوا مع أندية أخرى ومن ثم أقيلوا أيضا، هؤلاء إلى الآن لهم حقوق مالية في ذمة جميع الأندية التي عملوا معها. برأيك القانوني كيف تتم مخالصة الموضوع قانونيا؟ أنا طبعا أكثر المدربين مثل حضرتك تكلمت عليهم أنه اتصلوا بي هذا الاتصال وسألوني هذا السؤال، لكن وجهته بنفس التوجيه اللي قلت لك عليه. ويعني أنت تعرف وين راح تكسب قرار، تكسب قرار ممكن تنفيذ يصدر للنادي يعاقب أو تفاصيل، لكن بالتالي حتما يأخذ الأموال اللي يطلبها، المستحقات اللي يطلبها بموجب العقد المبرم بيناتهم. هو للأمانة اللي انحملوني لاعبين ومدربين يعني بين أنقل لك الأسئلة، فأحيانا الإجابة هي كافية إلي، لكن أنا أريد أسأل من كل واحد اختصاص المدرب واللاعب حتى أيضا ننقلهم الفكرة ويفتهمون الموضوع أكثر. أستاذ أسامة، العقوبات كما ذكرت قبل قليل الانضباطية ضد العديد من الأندية، على ماذا تعتمد وكيف تكون العقوبة وعلى أي مواد يتم استناد هذه العقوبات؟ فمثلا هنالك أندية إذا سمحت لي عوقبت على جريرة عدم الحضور للمباراة، وأخرى عوقبت للإخلاء بالقوانين والشروط التي طبعا من شأنها أن تحد من تصرفات اللاعبين. كيف توضح لنا هذه الجزئية؟ طبعا جزئية مهمة هي. نعم، بالنسبة للوائح الانضباط اللي داخل النظام الأساسي بالاتحاد العراقي لكرة القدم، هذه لوائح معتمدة من لوائح الانضباطية من الاتحاد الدولي لكرة القدم. على سبيل المثال بالنسبة للموضوع مع الرمادي والسامرة المشاجرة الآنية اللي حدثت في الملعب، احنا بالتالي نقدر نقول انه مشرف المباراة اللي هو 50% من التقرير الكامل والمفصل ومن ثم التقارير الأخرى اللي تقدم للجنة الانضباط. أنا حسب فكرتي وحسب رأيي القانوني راح تطبق العقوبة 54، يعني أي العقوبة 54 انضباط، وتقول أنه أي شخص يفتح المشاجرة داخل الملعب العقوبة ما تكون 6 أشهر. هذه العقوبة راح تسألني على من راح توجه؟ على قلت لك راح أستند على تقرير مشرف المباراة الموجود وبالتصوير الموجود في المباراة. طيب أستاذ، أما بالنسبة أستاذ أسامة، هي أصدر القرار بالعقوبة، لحد الآن ما شهدنا أي شيء. لا لا, لا 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 ما أصدر أي قرار، لكن أنا كرأي قانوني يعني من دا أتكلم كرأي القانون، المفروض المادة 54 هي اللي تعاقب هاي المشاجرة اللي حدثت. يعني أنت ما تعرف لأن هي صارت وصفة مشاجرة آنية حدثت بين طرفين. أستاذ أسامة، شجار وتراشق بالألفاظ ودخول غير مبرر يعني لمن هب ودب، وكأنما يعني حتى عفوا ومحترماتي للفرق الشعبية، حتى بالفرق الشعبية ما صايرة طبعا، يعني حتى تصور قرارات الحكام، اعتراض شديد على قرارات الحكام، منع الزملاء الإعلاميين لنادي الرمادي من قبل إدارة النادي، وحتى يعني اللي عندنا رجال الحماية للملعب يعني منعهم من 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 هواية تفاصيل يعني لتغطية الحدث، يعني أمور شائكة. يعني أريد أعرف لجنة الانضباط يعني كيف ستصدر هذا القرار، يعني هتصدر قرار أم يعني راح تنسي الموضوع وكأنه لم يحدث؟ نعم نعم، أنا قلت لك صار اتصال وراء المباراة مباشرة، صار اتصال مع رئيس لجنة الانضباط الأستاذ علي والي، أحب أوجه له تحية. فتكلمت أنا وياه رأي قانوني، نقاش قانوني بخصوص هذا الموضوع، وبالتالي بالتأكيد أنه أنا حسب رأيي أنه العقوبة المادة 54 انضباط راح تصدر بالأيام القريبة. طيب الوقت المتبقي لحضرتك، في كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة اللي أحب أوجهها إلى الهيئات الإدارية للأندية أنه يسوون دورات للاعبين بالتثقيف على لوائح الانضباط وغيرها واللوائح الدولية وقانون الأخلاقيات الاتحاد الدولي حتى لا يقعون في المطب. أقرب مثال راح أعطيك ولو وقت قصير، أنه العقوبة اللي حد الآن المبهمة اللي ما صادرة، اللي هي صادرة من لجنة الانضباط لكن ما صادرة لحد الآن بوسائل الإعلام، اللي هي على
اخواننا وزملائنا نادي الرمادي اللي هي رفع شعار محافظ الانبار، وهذه الماده قانونا في الماده 71 لوائح الانضباط الفقره رقم 2 انه تقول عدم رفع الشعارات السياسيه او الدينيه او الطائفيه او غيرها ويعاقب. كان تصرف استاذ اسامه مباراه الرمادي مع دهوك. نعم 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 مع دهوك. عقوبه من نادي الانبار ضد نادي دهوك يجب ان يكون فيها خصم 3 نقاط. ليش؟ لان هذا التصرف ليس تصرف شخصي بل حدث من لاعبين، وايضا اللاعبين هم يحملون هذا الفانيله، وبالتالي انا ما عندي خلاف ويا نادي الانبار، لكن انا لازم اطبق القانون على الجميع. يعني اليوم انا انزل على الانبار اقول على زاخو، اقول على اربيل، اقول على المحافظات الجنوبيه، على الديوانيه، اذا ما تكون صارم بالقوانين استاذ اسامه الرياضه ما راح تمشي. بس اسمح لي، يعني احنا نشوف مرات بعض اللاعبين حتى على صعيد الدولي يرفعون الدريس الفانيله وصوره مثلا ابنه او يعني احد من عائلته. راح اذكر لك بس خليني اكمل. كما ذكرت نادي الرمادي لربما يعني طلعوا صوره شخصيه سياسيه، هاي الماده وهاي الماده متشابهه، نفس القانون يصدر بالعقوبه على هاي وعلى هاي. ماده صريحه الماده 72 انضباط مثلا او في اللوائح الانضباطيه الدوليه لا يجوز رفع صورة لشخص ديني أو سياسي أو غيرها. لكن أنت ايش عندك رفع صورة لاعب كرة قدم متوفي، لاعب كرة قدم، لاعب نادي، ابنه، أخوه، عادي. بس أنت رجل سياسي مقبل على الانتخابات، هذه لا تجوز في لوائح الانضباط، ويجب معاقبة الفريق لأن التصرف ليس شخصي، تصرف من أفراد 2 وبعلم الكادر أكيد وبعلم الجميع، وواجبات المشرف على الفريق انه يوضح لهم لوائح الانضباط ووجه لهم انه عدم ارتداء هذه الفانيلات لانها فيها عقوبات انضباطيه. يلا احنا نتمنى طبعا، وحضرتك اعرف انا اعرفك شخصيا، تتمنى لنادي الرمادي طبعا الموفقيه من الفرق اللي اتمنى له. انا طبعا اتمنى له الموفقيه، اعرف جيدا وانا داعم له، وانا داعم له من خلال قناتكم او عد جماهير الرمادي او نادي الرمادي. حتى مشتاقين له بالدوري كفريق رمادي كبير طبعا، وانجب لنا اسماء كبيره يعني خدمه المنتخب. يعني ما اريد اذكر اسم على حساب اسم اخر، لكن اسماء كثيره كما تعلم. لكن نتمنى هاي التصرفات يبتعدون عنها، لان هم في يوم ما كانوا يعني الى الاحتراف اكثر من بعض الفرق الاخرى، لذلك يجب ان تكون تصرفاتهم محسوبه. في زياره ايضا الى نادي الرمادي عن قريب للتوعيه لهم في لوائح الانضباط والدعم لهم المعنوي، وان شاء الله نتمنى لهم الموفقيه والصعود الى دور النخبه ونراهم من جديد في دور النخبه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لكم. إذن ومن هنا توضح لنا ان رياضتنا لن تستقر ولن تتخلى عن المشاكل التي احيانا قد تكون بفعل فاعل، واحيانا تاتي نتيجه تراكمات وتركات ثقيله لم يقوى عليها أصحابها، ما يجعلها تشتد وتتفاقم. والمتابع للمشهد يعلم بأن كل الحلول المطروحة لم تأتي على هوى المؤسسات الرياضية التي بنت مجدها من تخبطات وتقاطعات ومشاكل جمة، بعدما وجدت لنفسها ثغرات في القانون يتيح لها الفرصة بالاستمرار والتواجد على رؤوس أهرام الرياضة العراقية لتبني بروجا عاجية وشامخة ما دام القانون يحصنها ويحميها، لأنه بالحقيقة فصل تماما على مقاساتها. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.